بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس سريع وبسيط وهو بخصوص الحصول على نسخ ويندوز ونسخ أوفيس من سيرفرات مايكروسوفت مباشرة، نسخ متعددة وكثيرة دون البحث وعناء البحث في محركات البحث والمنتديات ومشكلة الروابط التي لا تعمل والانقطاع في التحميل ودون كذلك استعمال أكواد لوضعها في المتصفحات والوصول إلى صفحات خفية وغيرها. مجرد الضغط استعمال هذه الأداة التي تجد رابط تحميلها تحت الفيديو، أداة بسيطة وحجمها قليل صغير، لا تحتاج تنصيب في الجي في النظام. مجرد ضغط عليها فتصل إلى هذه الواجهة الأولى. يمكنك اختيار اللغة التي تريد، مثلا نختار اللغة العربية. تجد بعض المعلومات عن هذه الأداة وآخر أصدار و 12/1/2017، يعني منذ يومين. هذه الأداة تحمل الصور الأصلية، يرجى اختيار نسخة ويندوز على الجهة اليمنى. من هنا هنا نسخ ويندوز متعددة، منها 7, 8, 10, 10 انسايد بريفيو، اختار 10 مثلا. كما يوجد اوفيس 7 و11 حتى 2016. مثلا اخترت ويندوز 10، فهنا تختار الاصدار، فجميع الاصدارات موجودة هنا من حتى الموجهة للصين، QN موجهة لكوريا، N موجهة لأوروبا. فهذه النسخ لا يوجد فيها ربما أكواد الفيديو والميديا بلاير أو لا أعلم ماذا لاعتبارات قانونية. سنختار ربما مثلا نختار هوم برو في جولاي 2016. هوم برو تأكيد. هنا يطلب منك اختيار لغة هذه النسخة، اختار النسخة العربية مثلا تأكيد. ثم هنا ماذا يقول هذه الملاحظة؟ الارتباطات صالحة لمدة 24 ساعة من وقت إنشائها، تنتهي صلاحية الارتباطات في 14/1/2017، يعني منذ الآن بحوالي 24 ساعة. يعني يجب في 24 ساعة يجب علي تنزيل الخيار أو النسخة التي اخترتها. إذن شرط يجب أن تكون لديك سرعة إنترنت ليست ضعيفة، فإن كان حجم النسخة 10 جيجا ربما فيجب أن تحملها في 24 ساعة، وإلا سينقطع التحميل وتعيد التحميل من جديد. هذا شرط. فمثلا اختار هنا يطلب مني اختيار نواة 64/32. لدي نواة 64 فالنسختين يصلحان لهذا البروسيسور في هذا الجهاز. اختار 32 مثلا، فمباشرة يعطيك نسخة الويندوز الريجستري، حفظ، حجمها 2.81، و يمكنني تحميلها في ظرف 7 ساعات. إذن يمكنني تحميلها في ظرف 7 ساعات من 24 ساعة التي يشترطها هذا السيرفر. كذلك يمكنك اختيار الأوفيس مثلا أوفيس 2016، تحديد الإصدار، إصدارات متنوعة وكثيرة منها، حتى إذا أردت ويندوز فقط وورد مستقل، ربما سأختار وورد مستقل فقط. النسخة حدد اللغة العربية داونلود نو، فمباشرة يأخذك إلى رابط النسخة. 2.7 كذلك، 6 ساعات، 2.7 جيجا. هذا هو البرنامج، هذه الأداة الجميلة والجيدة، يمكنك تجربتها عبر رابط تحت الفيديو. في بعد تنصيب أو بعد تحميل هذه النسخة ربما تواجه مشكل تفعيل النسخة، فيمكنك
فيمكنك العودة إلى شرح سابق بخصوص تفعيل نسخ الويندوز والأوفيس وبعض الخدمات الأخرى، وهذا الشرح سريع جدا حوالي 26 ثانية فقط. تجد رابط هذا الشرح تحت الفيديو. في الأخير، إن لم تشترك في القناة، هذه القناة نسيم دي زد، يمكنك البحث عنها في يوتيوب. الاشتراك من هذا المكان بالضغط على اشتراك، ولا تنسى تفعيل هذا الخيار الجديد والربما قديم إشعارات من هذا القناة بالضغط هنا حفظ، فيصلك إشعارات لجميع الفيديوهات التي سأقوم بوضعها مباشرة. في الأخير، ما علي إلا أن أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.